السلام عليكم، مرحبا بكم على فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد التحليه بالشوكولا، كتجي زوينه بزاف، سهله وفي المتناول ديالكم، والمذاق ديالها غادي يعجبكم، يعني خذوها على حسابي غادي تعجبكم ان شاء الله. هنا في المكونات كما شفتوا عندي جوج علب ديال الفلون، الفلون هذا بالنكهه ديال الشوكولا، تقدروا تستبدلوه باي نكهه، تقدروا مثلا تعوضوه بالكراميل وتستبدلوا دانيت ديال الشوكولا حتى هو بدانيت كراميل، الا بغيتوا النكهات يجيكم مختلفين. نحتاج معلقه كبيره ديال النشا، خمسة ديال القطع ديال الشوكولا، هذا المربع هذا راه فيه نسبه الكاكاو كتكون طالعه راه معروف، جوج معالق ما عامرين ديال السكر سنيده، علبه ديال دانيت بالشوكولا، كاس ديال الماء، ونصف لتر ديال الحليب. بالنسبه لهاد المكونات شي مره، المهم ماشي دائما، مره كنديرو مهم هاد المكونات، ومره كنزيد واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان كنديرها في هاد الكاس ديال الماء وكنضيفها وكنخلي نفس المكونات. اللي بغى لك هذه القهوه يستعمل هذه، بغيتوها بلاش تحيدوا القهوه وتستعملوا غير هاد المكونات هذا. غادي ناخذ الكاسرونه ديالي غنوضع فيها الحليب، نصف لتر ديال الحليب، والكاس ديال العلبه ديال الماء، لان يعني غندير جوج علب ديال الفلون الماء. بغيتوا تضيفوا حليب ضيفوه، ولكن حتى بالماء كيجي خفيف كيجي زوين. غنضيف هاد الكيسين هادو ديال الفلون، كل واحد من هاد الفلون كما شفتوا ديال الشكلاط فيه 6 غرام. الاخوات اللي ما متوفرينش على هاد العلب هادو ياخذوا 6 غرام من كل فلون ديال الشكلاط. هنا فرغت الكيسين ديال الفلون وغنضيف جوج معالق ديال السكر، تقدروا ديروا 3 الا بغيتوا، ولكن 3 كيجي حلو بزاف، راه دانيت حلو والشكلاط حتى هو راه فيه واحد النسبه ديال السكر، فجوج معالق كبار كافيين. غنضيف هاد المعلقه كبيره ديال النشا اللي تقدروا تعوضوها بودره كريم باتيسير. الا كنتو غديروا مثلا النكهات ديال الكراميل ديروا البودره كريم باتيسير كتعطيها مذاق احسن من النشا. اما بالنسبه للشكلاط واخا ديروا النشا مزيان، حيت النشا ما فيه حتى شي مذاق، انتما كتلعبوا بالاذواق باش تجيكم التحليه ديالكم لذيذه. صافي، هنا خلطت هاد المكونات وغادي نوضعهم على النار مهيله حتى كيعقد ليا شويه هاد الخليط هذا. بالنسبه لالا كنتو غتستعملوا القهوه سريعه الذوبان غتوضعوها في هاد المرحله، غادي تطلقوها في داك الكاس ديال الماء وكتوضعوها من الاول. دابا في المكونات خلينا غير الشكلاط وضاني تنخليهم حتى كنطفيو العافيه. بعد ما طلعت فيه الغليه كما شفتوا بدا كيعقد غير شويه، يعني راه ماشي عقد بزاف، درنا غير معلقه وحده ديال النشا كافيه، حيت حنا ما غنديروش شي طبقه من التحت اللي غنبغيوه يجينا عاقد، فاحنا غنوضعوه هنا شاف الكويسات، فمعلقه ديال النشا كافيه ومعلقه ديال الكاسترد. هنا غنفرغ هاد العلبه ديال دانيت، صافي راني حيدتو من على النار، ودوك القطع ديال الشوكولا خمسه ديال القطع في المجموع واحد 50 غرام. صافي غادي نخلط، غادي يذوب غير في هاد السخونيه هادي. صافي خديت الكؤوس ديالي وغادي ناخذ من هاد الخليط كما شفتوا هانتوما راه ما عاقدش بزاف غير شويه. لازم بعد ما وضعتهم في الكؤوس غادي نخليهم حتى كيدفاو عاد ندخلهم للثلاجه باش ما يجيكمش فيهم النكهه ديال الحموضيه، فدائما حاجه سخونه ما تدخلوها للثلاجه حتى كتدفى، غنخليهم غير في سطح العمل يدفاو شويه وندخلهم يبردوا ونرجع معكم ان شاء الله باش نزينهم. درتهم في الثلاجه وبردوا ليا شويه، دابا غادي ناخذ واحد الكميه ديال الجوز اللي غير هكا هرمشتها وغادي نوضعها من الفوق. الزين كيبقى دائما اختياري، ديروا اللي عندكم توفر واللي كتبغيو.
فوالا البنات كذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا. كتجيب هذا الشكل هذا زوينه ولذيذه ان شاء الله غادي تعجبكم. كما قلت لكم تقدروا تستبدلوا النكهه ديال الشوكولا ديروها بالكراميل كتعطي حتى هي نفس المذاق، او ديروا مثلا لتر ديال الحليب ديروا نص بالشوكولا ونص بالكراميل وكت يعني كتعقدوها شي شويه مزيان بالنشا باش يجيوكم طبقات. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، غادي نقسم لكم تشوفوا القوام ديالها. كما شفتوا البنات هذا هو القوام ديالو، راه كيجي عاقد مزيان وشاد راسو، كيجي احسن ملي درتو غير فلون بوحدو. فهاد المكونات كيعطيوه مذاق زوين، كنتمنى ان شاء الله تجربوه ونشوفكم فيديو جديد. بسلام عليكم.